السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحمد علي والخيارات الثنائية. كان في أعضاء بتسأل عن إزاي إنك تقدر تبيع السهم قبل الانتهاء، إن بيبقى في فرصة إنك أنت ممكن تبيع السهم أو تقلل خسارتك لو تغيرت رأيك قبل انتهاء السهم. هنقول مثلا أدي $21، هنقول هنا هو واخد اتجاه صاعد، مثلا نقول نزول فابتدى ينزل. هنا بيقول لك الربح بتاعك بالسالب، لان طبعا ايه لسه ما نزلش تحت الخط، نزل اهو بقى هنا ايجابي. خلي بالك السعر بيزيد. انا مش هستنى لما يعني ايه، عايز ال $12 كونفيرم. كسبت $14 بين 67، يعني انا بعت السهم قبل ميعاده. خلي بالك من السهم انك انت بتبيع وتشتري قبل ما تخش في منطقة الاكسبيشن تايم اللي هو بيبقى الاحمر، لانه لما بتخش في الاكسبيشن تايم اللي هو الانتهاء، وقت الانتهاء خلاص كده انت مش بيبقى ليك لا بيع ولا شراء. حققنا $14 بوينت 67، يبقى انت بتختار السهم، بتعمل بيع او شراء، وبتضغط على العلامة بتاعة السهم وبتشوف بيديك بيع شراء. اول ما بتلاقي مثلا كسب $5 $8، وانت ال$8 ممكن زي ما بتشوف انت السهم بغير اتجاهه وعارف انك $8 كويسين ليك، بتقوم ضاغط على اوكي، وبيبقى كده انت حققت الارباح وطلعت من الصفقة كسبان قبل انتهائها، لان ممكن لما تنتهي تكون السهم غير اتجاهه وانت تكون خسرت فلوسك. اشوفكم ان شاء الله وحلقة جديدة مع احمد علي والخيارات الثنائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.